احنا الشارع، احنا في ظهرك احنا الشارع. ما عاش لا لا ما عاش، ما عاش لا لا ما عاش. اللي بيساوم عبه هواش، اللي بيساوم عبه هواش. رسالتنا حرية، حرية، هذه فعالية حرية يا ساندة لأخونا هشام. حرية، حرية، الذي ما زال تواصلاً نبهواش. حرية يوم 41، يوم هشام الحرية. حاجة إلى هذه الوقفات، لا معطان الحرية، إلى هذه المساندة، إلى هذه الأصوات المتضامنة التي تهتف تصرخ حتى يصل الصوت هشام إلى كل العالم، حتى يوصل معاناة هذا الأسير إلى كل البشر، إلى كل الجنس البشري الذي يرى هذا المناظر يموت وما زال متفرجا، ما زال غير متحرك وغير قادر على التضامن وإنهاء مشكلة هذا المناظر. فرجك، فرجك يا الله، فرجك، فرجك يا الله. حرية، 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 لا هشام الحرية، لا هشام الحرية، للأسيرات حرية، للأسيرات حرية، لا معطان الحرية، لا معطان الحرية، لا أبو حميد الحرية، لا أبو حميد الحرية. وفرجك، فرجك يا الله، فرجك، فرجك يا الله، 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 فرجك، فرجك يا الله، فرجك، فرجك يا الله. حرية، 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 لا أسرانا الحرية، لا أسرانا الحرية، للأسيرات حرية، للأسيرات حرية، لا هشام الحرية، لا هشام الحرية، لا معطان الحرية، لا معطان الحرية، ولا أبو حميد الحرية، لا أبو حميد الحرية، ولا الأسيرات حرية، للأسيرات حرية. يا أسرانا يا فرسان، يا أسرانا يا فرسان، يا أسرانا يا فرسان، يا أسرانا يا فرسان، كسرتوا عين السجان، كسرتوا عين السجان، كسرتوا عين السجان، كسرتوا عين السجان، يا هشام يخزى الجوع، يا هشام يخزى الجوع، يا هشام يخزى الجوع، يا هشام يخزى الجوع، علمنا علاج البوع، علمنا علاج البوع، علمنا علاج البوع، علمنا علاج البوع، يا أبو عبيدة شو الأخبار، 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 وبدنا نروحهم على الدار، بدنا نروحهم على الدار، وبدنا نروحهم على الدار، بدنا نروحهم على الدار، وبدنا الصفقة وعيدوا الكرة، بدنا الصفقة وعيدوا الكرة، وبدنا الصفقة وعيدوا الكرة، بدنا الصفقة وعيدوا الكرة، كل الأسرى هاي المرة، كل الأسرى هاي المرة، كل الأسرى هاي المرة، كل الأسرى هاي المرة، يا أسير طالع طالع، يا أسير طالع طالع، يا أسير طالع طالع، يا أسير طالع طالع، احنا في ظهرك احنا الشارع، 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 اهتف سمع كل الناس، اهتف سمع كل الناس، واهتف سمع كل الناس، اهتف سمع كل الناس، أسرانا تاج على الراس، أسرانا تاج على الراس، وشاعب نايم ومبنج، شاعب نايم ومبنج، وشاعب نايم ومبنج، شاعب نايم ومبنج، وعلى الأسرى بيتفرج، على الأسرى بيتفرج، وعلى الأسرى بيتفرج، على الأسرى بيتفرج، وشو هالكلب وشو هالروح، شو هالقلب وشو هالروح، وشو هالكلب وشو هالروح، شو هالقلب وشو هالروح، وشو هالجسم المش مجروح، شو الجسم مش مجروح، وعلنها أبو هواش، وعلنها أبو هواش، وعلنها أبو هواش، وعلنها أبو هواش، جوع جوع في الشرقوع، جوع جوع في الشرقوع، جوع جوع في الشرقوع، جوع جوع في الشرقوع، شوية ملح وشربة مي، شوية ملح وشربة مي، شوية ملح وشربة مي، شوية ملح.
المكشوف على المكشوف وعلى المكشوف وعلى المكشوف وعلى المكشوف على المكشوف وعلى المكشوف ومتفرج ما بدنا نشوف متفرج ما بدنا نشوف ومتفرج ما بدنا نشوف متفرج ما بدنا نشوف ومتفرج ما بدنا نشوف متفرج ما بدنا نشوف يا ابو هوش ما تعذرناش 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 واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش وعودونا نعيش بذل عودونا نعيش بذل وعودونا نعيش بذل عودونا نعيش بذل الحرية ما بتلزمناش حرية ما بتلزمناش الحرية ما بتلزمناش حرية ما بتلزمناش ويا ابو هوش ما تعذرناش هوش ما تعذرناش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش وللوطن بندفع تقسيط للوطن بندفع تقسيط وللوطن بندفع تقسيط للوطن بندفع تقسيط وللمحتل بندفع كاش للمحتل بندفع كاش وللمحتل بندفع كاش للمحتل بندفع كاش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش وانت الصامد وانت الحر انت الصامد وانت الحر وانت الصامد وانت الحر انت الصامد وانت الحر واحنا اللي جوا الانعاش واحنا اللي جوا الانعاش واحنا اللي جوا الانعاش واحنا اللي جوا الانعاش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش ووحدك بتقاتل محتل وحدك بتقاتل محتل ووحدك بتقاتل محتل وحدك بتقاتل محتل يبقى معاك تحمل رشاش يبقى معاك تحمل رشاش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش واحنا بنقدر بس بدناش احنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش وللوطن بندفع تقسيط للوطن بندفع تقسيط وللمحتل بندفع كاش للمحتل بندفع كاش والسبت ندور تصريح والسبت ندور تصريح والسبت ندور تصريح والسبت ندور تصريح والجمعة بنلبس دشداش والجمعة بنلبس دشداش والجمعة بنلبس دشداش والجمعة بنلبس دشداش ولو شفنا الجو مليح لو شفنا الجو مليح ولو شفنا الجو مليح لو شفنا الجو مليح بنطلع نشوي في الأحراش نطلع نشوي في الأحراش نطلع نشوي في الأحراش نطلع نشوي في الأحراش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش ويا ابو هوش ما تعذرناش يا ابو هوش ما تعذرناش واحنا بنقدر بس بدناش واحنا بنقدر بس بدناش وانت الصامد وانت الحر وانت الصامد وانت الحر واحنا اللي جوا الانعاش واحنا اللي جوا الانعاش حرية 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 لا أسرانا الحرية لا أسرانا الحرية لا هشام الحرية لا هشام الحرية ولا معطال الحرية لا معطال الحرية ولا أبو حميد الحرية لا أبو حميد الحرية حريتنا على طول حريتنا على طول حتى الاحتلال يزول حتى الاحتلال يزول وثغرة يا بورك 70 ثغرة يا بورك 70 أسرانا في الزنازين أسرانا في الزنازين وثغرة يا بورك 70 ثغرة يا بورك 70 واستسمع كل الناس واستسمع كل الناس والحرية مش ببلاش والحرية مش ببلاش وارفع ايديك وعليه وارفع ايديك وعليه الموت ولا المذلة اهتف ردد علي الصوت واللي بيهتف ما بيموت
الآن مع الأسير المحرر فخري البرغوثي قريب الأسرى وعمالقة السجون والجبال التي لا تهز للحديث عن قضية الأسير هشام أبو هواش والأسرى بشكل عام. عم فخري، ما الذي يحدث هذا اليوم من وقفة تضامنية مع الأسير هشام؟ أنا يعني الواحد يستحي أن ينظر لهذه الاعتصامات من أجل هواش، فهذا بيدل على الضعف الفلسطيني، على الضعف الشعب الفلسطيني، على القيادة الفلسطينية أن لا تكون على قدر المسؤولية. وأنا بعتبر أنه الإخوة اللي طالعين في المسيرة لا تساوي ثمن الأيام اللي أضربها الهواش في داخل السجون. فأنا بطلب من الشعب الفلسطيني أن لا يقف مكتوف الأيدي، ولا يقف أنه هواش رمز الشعب الفلسطيني في النضال والتضحية والعطاء، فواجب أن يرد له كرامته ويرد له العبر الأيام الذي يعاني بها الهواش، ورفض الاستسلام، رفض التنازل، رفض أن يفك ضرابه إلا يحقق مطالبه. فكيف الشعب الفلسطيني تحت البسطار الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية تحت البسطار الإسرائيلي وننتظر أنه من الآخرين أن يجوا يحررونا؟ فإحنا بنطلب من الشارع الفلسطيني أن يكون على قدر التحدي، لا ينسى أنه تحت الاحتلال، تحت البسطار الإسرائيلي، تحت التمني الإسرائيلي، في هذا الزمن، الزمن النذل، الزمن الحقير اللي أصبحنا تحت الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة. كنا في الانتفاضة الأولى والانتفاضات لا نستسلم بهذا الاستسلام اللي احنا فيه من عيشه. احنا أصبحنا لا نحترم الأسير الفلسطيني في خارج السجن أو داخل السجون، لا نحترمه. احنا اليوم نحترم الجاسوس، نحترم الانسان الذي يبيع عرضه، نحترم كل الفئات السيئة ولا نحترم الفئات المحترمة وداخل السجون اللي بتعاني وبتدفع الثمن. شكرا لك استاذ فخري البرغوثي. الان مع الاسير المحرر والمضرب سابقا عن الطعام الاستاذ محمد القيق للحديث عن قضية هشام أبو هواش والتضامن الشعبي مع أستاذ محمد. يعطيكم العافية. هذه الملفات هي التي تحرك الشارع الفلسطيني الآن منذ 3 أشهر. نفق الحرية في جلبوع، الأسيرات في سجون الاحتلال، الأسرى في النقب، الأسرى في نفحة، هشام أبو هواش والثمانية أسرى من قبله الذين أضربوا عن الطعام، هم الآن القضية التي تحرك كل القضية الفلسطينية، هم الأسرى. بالتالي إن لم نكن نساندهم وإن لم نكن معهم فلم يبقى لدينا أي قضية تنعش الملف الفلسطيني برمته ليكون لدينا رافعة وطنية حقيقية للنهوض بالقضية الفلسطينية. الآن هشام أبو هواش وناصر أبو حميد ومعطان وغيرهم من الأسرى المرضى والمضربين والأسرى المصابين وكذلك الأسرى الأبطال، أصحاب المؤبدات، أصحاب الأحكام العالية الذين دفعوا وقتهم وأعمارهم وحياتهم وأسرهم للتضحية من أجل فلسطين، هؤلاء يحتاجوا منا نشان القدس ويحتاجوا منا نجمة القدس ولا غيرهم يحتاج ذلك، لأنهم هم الذين يرفعون القضية الفلسطينية إلى مراحل عليا في ظل هذا الركود الإقليمي وفي ظل هذا الصمت الدولي. يا أستاذ فخري البرغوثي تحدث بشكل خاص عن برود الشارع الفلسطيني، هل هو انعكاس لسقوط المستوى الرسمي؟ الشارع الفلسطيني ليس له دخل بالمستوى الرسمي، المستوى الرسمي خامد ومجمد من لحظة وجود أوسلو اللعينة. الشارع الفلسطيني هو الذي انتفض في سيف القدس، الشارع الفلسطيني هو الذي أقام انتفاضة الحجارة وأنقاض انتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى وأقام انتفاضة القدس، الشارع الفلسطيني الذي جعل المستوطنات جحيما على المستوطنين، الشارع الفلسطيني الذي جعل بوابات تزال بالقوة في القدس المحتلة، الشارع الفلسطيني هو الذي منع نتنياهو من كثير من مخططاته من خطة الضم مرورا بالبوابات وانتهاءا بما آل وكان سينويه لغزة. لذلك الشارع الفلسطيني هو شارع ناهض، شارع وقفة واحدة مع أسرى الحرية، مع نفق الحرية، وقف مع الأسيرات، وقف مع كل أطياف الشعب وكل الشرائح المقاومة. أما المستوى الرسمي فهذا حدث ولا حرج، ولكن الشارع الفلسطيني هو الذي يصنع الكلمة،
والشارع الفلسطيني هو الذي يضع البصمة القوية. مئات الألاف عندما يخرجون هتافا لمحمد الضيف رئيس أركان المقاومة، هذا يعني أن الشارع الفلسطيني بخير، وأنا أظن أن الشارع الفلسطيني سينتظر مزيد من هذا الخمول وهذا التهاون. مجرد قنية زيد تيجي لرئيس السلطة يتم إخفاء كل الملفات الفلسطينية، ويصبح جانتس هو حمامة السلام، ويصبح جانتس هو الذي سيخرج من بيته السلام. أي بيت سيخرج منه السلام؟ الذي يهدم المنازل ويقتل ويعتقل ويبقي على أسرانا في سجون الاحتلال. أستاذ محمد، مشاهدينا الكرام، كنا معكم من هذه الوقفة التضامنية الثانية في مدينة رام الله مع الأسير أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 141 يوما. الأصوات تتعالى في مدن الضفة للوقوف عند مسؤولياتنا تجاه أسرانا في سجون الاحتلال. هشام أبو هواش يعاني من وضع صحي خطر حاليا 140 يوما من الإضراب المستمر. شكرا لكم على طيب المتابعة. الآن ننتقل بصورة أخرى من إحدى مدن الضفة ينقلها لكم جيمي ديا. شكرا لكم على حسن المتابعة.